السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرفنا في رابطة الإعلاميين المصريين في الخارج. بندشن النهاردة أول فعاليات الصالونات الموجودة، صالون سياسي، صالون اجتماعي. قلنا نبدأ بالدكتورة هالة طبعاً، نشرفنا في الرابطة وبحضراتكم. هنبدأ إن شاء الله نبدأ سريعة. الدكتورة هيبقى معها محاضرة، هتقول كلمة وبعدين ورشة مع حضراتكم، وفي ان شاء الله جوائز كده دكتوره جميله ان شاء الله وحاجات حلوه. هنبدا ان شاء الله بقران، استفتح بالقران مع استاذ ابو بكر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتذكرون. صدق الله العظيم، جزاكم خير الدكتور. مش هنطول عليكم بقى محاضرات وكلام كتير. الدكتوره هلا ايه، اتفضل. جزاك الله خير. الله يبارك، الله يبارك. جزاك الله خير. طيب نبتدي بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. ربنا اجعل عملنا كلها صالحه لوجهك الكريم خالصا، ولا اجعل للشيطان ولا لانفسنا منها نصيب، وتقبلها منا بقبولا حسنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم بحق ممشانا هذا اليك، وبحق مقامنا بين يديك، ان ربنا لم نخرج اشا ولا بطرا ولا رياء ولا سمع، لكن خرجنا ابتغاء مرضاتك واتقاء سخطك. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وانت خير الفاتحين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، منورين. ربنا يبارك فيكم. من بتبقى عندي من افضل المحاضرات، لها معيار انجاز معدي فوق 90% لما بيحضر الزوج والزوجه مع بعض. فبنصدق نسحب الاسباب ونجيبهم تعالوا احضروا علشان ناسس بعض الحاجات. معظم اللي احنا هنقوله النهارده على فكره كلنا عارفينه يعني، وكلكم ما شاء الله اساتذه فيه، لكن نيجي للتطبيق العام. محبش اتكلم كتير، لكن هنيجي في التطبيق العام. قبل ما ابتدي بس حابه اتعرف على كل زوجين موجودين. عمر الزواج كم سنة؟ نقول أكتر من كده. والأولاد أكبرهم كم وأصغرهم كم؟ تمام كده؟ نتيمن فإن في اليمين بركة. يلا بينا. 15 سنة. أكبر الأولاد؟ صف ثامن، والأصغر 8 شهور. 8 شهور، الله. ممتاز. 15، تمام. 16 سنة. والأكبر والأصغر؟ الأكبر 15 والأصغر 8. كويس، ممتاز. 3 سنين، الله، عرايس يعني، عندنا عرايس برضو هنا. تمام. 3 سنين في اولاد؟ الاكبر سنتين والاصغر. يا بنت الله يعينك. تمام. عمر ازاي؟ 15 سنه. اكبر الاولاد بنوته 14 سنه ما شاء الله، وولد 10 سنوات. مش باين عليك خالص. يا اهلا وسهلا استاذ حسام. ها، 11 سنه زواج، 10 سنين اللهم بارك، اللهم بارك. طبعا عندنا هاير النساء تركيا تحضر معنا، تفهم قليلا من العربيه، ولكن ان شاء الله يعني ايه تركيا ويمنا طبعا. 10 سنين. هلال 9، بلال سنه وشهرين. ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم بارك. 4 شهور. احد الاباء. عمر 6 طبعا. اهلا وسهلا برحسان. طيب ها، عمر الزواج؟ تمام. نقف للناس اللي ما بحبش. ها، كام؟ 8 شهور. ما شاء الله، ما يلي في حد اهو على نفس الوتيرة. ممتاز جدا. الله، انا هنطلع رسالة النهارده. 18. تمام. والدتك؟ تمام، ممتاز جدا. استاذ احمد؟ عزوجه مش موجوده. انا مش هقول. هي هتشوفها لايف بقى. 10 سنوات. 10 سنوات. كبيره 8 وصغير خلال يومين. اسلام؟ سنه ونص. حلو حلو، يعني لسه في البدايه. طيب خلينا نبتدي ونقول عنوان المحاضره السعاده. عايز حد يقول لي مفهوم السعاده ايه في دماغه؟ مفهوم السعاده
انا كزوج او كزوجه اللي هيكلمه مفهوم السعاده ايه؟ انا مش هتكلم النهارده. ايوه كده قول. ايوه انا كتيبه يعني، بس شايفه ان السعاده لازم تتلخص في الاحترام، ان احنا نراعي مشاعر بعض. احترام ومشاعر بعض، ممتاز جدا جدا. انت هتقول لنا المحاضره شكلك تغششينا كده. عندنا احترام، وايه خاص بالمشاعر؟ ايه اللي خاص بالمشاعر؟ انا هحط نراعي ان احنا ما بنضيعش بعض، كل واحد يبقى عارف ايه اللي بيضايق الثاني وتجنبه. اه انت قلت نراعي، صح كده؟ طيب احنا عندنا 200 حاجه في المشاعر. ايه تاني؟ السعاده ايه؟ تفاهم، كل واحد يقدر يعني واجبات وحقوق كل طرف. لا خليني انت ما تاخدنيش في حوار. تفاهم. تفاهم. تمام. تفاهم، في بينا تفاهم، هنشرح الكلمه دي. ايه كمان؟ حسن الظن. الله الله. ممكن اقولها كده؟ فهمني. شكرا. ها اتفضل. المشاركه، خصوصا المشاركه بتاعت الله. ممتاز. يعني المشاركه بتاعت الله هتجيب الثاني، لكن المشاركه ما اقصرهاش على حاجه واحده بس، صح؟ ايوه. عندنا المشاركه حاجات كتيره جدا هنتكلم عنها. ها مين يقول كمان؟ ارضاء الله عز وجل في الطرف الاخر. خلي بالكم بقى، ده السقف بتاع البيت بتاعنا. يعني ده بيت السقف بتاعه اسمه رضا ربنا، صح كده؟ خلينا متفقين، هنشرح الكلام ده بالتفصيل بس اسمع منكم. ايه كمان؟ السعاده ايه كمان؟ في حاجه مهمه جدا. ها؟ احنا ما بنعملش اشخاص، احنا بنعمل رب العالمين يعني. انا بعمل، بص بعمل ربنا فيه وحسبي الله ونعم الوكيل. ماليش دعوه بيه. ماليش دعوه. لا. لا فبنتعامل مع الشخص اللي قدامنا على اساس نوايانا. مثلا ممكن نقول مثلا السعاده نوايا. بس هي النوايا عايزه تبقى فوق بس، خلينا ماشي اوكي. ها نوايا. ها هو انا بالنسبه لي السعاده في الاساس ان الواحد يستمتع باي عمل هو بيعمله او اي خطوه بيعملها في حياته. تمام. الله عليك. لكن اللي احنا بنقوله مثلا دي وسائل، فانا من ضمن الوسائل مثلا اللي توصلني للسعاده في الزواج عموما، ممكن نتكلم عن تقبل الاختلاف، ان الشخص اللي قدامي ده استحاله يكون مطابق ليا. صح. فلازم لازم يكون انا متقبله وهو متقبلني. طيب. وعارف ان هو مختلف عني. النقطه دي مهمه جدا، لان احنا دايما اتربينا في ايام الجاهليه ان احنا لازم تكون انتيم حبيبك وتوأم روحك وشبه بعض. ده غلط، سالب مع سالب. لازم في اختلاف، بنقولها بمعنى كده ومصطلح كده اللي هي ايه؟ تقبل بشريه الاخر. احنا بشر، طب انا مختلف عنك فانا بشر، انا بغلط، امر طبيعي. لكن ان انا معيش مشاكل، ازاي ادير اللي هو الاختلاف ده، او ازاي ادير الغلط ده، او ازاي ادير بنسميها في الاداره اداره الشخصيه اللي قدامي. مش بتقبل الغلط قوي، ولكن وبرده نسعى للتغيير اذا كان متاح، لكن في نفس الوقت انا متقبل ان اللي قدامي بشر واحنا مختلفين. النقطه دي مهمه جدا ومحل خلاف. طب نبتدي المحاضره. ها قول. الله الله. التغافل، التسامح والعفو، ثلاث مفاهيم هنتكلم عنها برضه. طيب ها الموده. الله. ايوه عايزين بتاع الحب بقى، الشغل الايه. ممتازه. الثقه ممتازه. ايه كمان؟ نبتدي ولا نتكلم في دول؟ نبتدي. وقت كام معانا بالظبط؟ 6:10. لحد البث. اطلع من هنا على البث على طول. ايوه نطلع البث. طيب خلونا نقول ان احنا عندنا بيت له سقف وله ارضيه. تمام. اي بيت زوجيه ما بين زوج وزوجه له سقف. تمام. عامل كده مهندس انت؟ ايوه كده. ولو ارضين، السقف بتاعه رضا ربنا، نوايانا
في الزيجة ايه؟ نوايانا فطرة سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، عفة للطرفين مش لطرف واحد. انا ان شاء الله هطلع في اخر المحاضره الرجال وهقعد مع النساء يعني هنظبط لكم الدنيا في الاخر بس ايوه هنظبط الدنيا بس. لكن للطرفين الله عز وجل خلق فينا فطره معينه في الطرفين فدي اعفافها. فالسقف بتاعنا هو رضا ربنا تمام كده. فاي حاجه بنقولها من ضمن الحاجات دي اكيد سقفها قال الله قال رسول الله قال الصحابه اولو العرفان، ده اساسي. طيب عشان ما تجيش حلو يقول لك لا ما هو فين بقى ربنا، ما هو ربنا في البدايه. واي عمل بنعمله ليه جناحين، اصوبه واخلصه. اصوبه ان هو يكون عمل صالح، ما ينفعش اقول بقى انا ايه والله انا عايزه اساعد زوجي فانا هروح ابيع مخدرات عشان اساعد الزوج، ما ينفعش. خير النساء حاول افهم العربي اللي انا بقوله لان ده مصري مش عربي. فيبقى العمل صالح واصوبه واخلصه، نيتي فيه لله الاخلاق النوايا، نوايا في الزواج ان انا اعف زوجي ان انا اكون زوجه صالحه، ان انا الله عز وجل يراني فيما استرعاني عليه بالخير وقدر الوسع، وان اجي يوم القيامه قدام ربنا اقول له يا رب هذا ما امنتني عليه. الزوج ما هو مع العيال برضه، يعني ما نحسبش الزوج برضه ما هو مع العيال برضه، ادي الزوج وادي رضاه وادي سعادته وادي يا رب جهدي ما استطعت ما استطعت دوت للمرأة. وبالنسبه للرجل انا الراجل، انا اللي شايل الدفة، انا اللي معايا القياده، انا اللي معايا القوامه، انا اللي معايا مفاتيح اسعاد زوجتي وهنقولها النهارده. طيب يبقى ده السقف بتاعنا. اول حاجه تماما عشان اقول ان انا مش عايز مشاكل في بيتي، في اصل من الاصول لو راح اتهد البيت ما بقاش فيه سقف ولا ارضيه. احنا دلوقتي بنعمل في الارضيه والعمدان اللي طالعه ماسكه البيت. الاحترام، الاحترام والتقدير لو راح ما بين الزوجين باظت الزواج، باظت خلاص فسدت. لو انا تجرأت على الزوج، عندنا بالمصري بيقولوا إيه؟ اللي زوجها يقول لها يا عورة يلعبوا بيها الإيه؟ يلعبوا بيها الكورة. احترام الزوجة مش بس الزوجة، إحنا بنقعد مع زوجات يقعدوا يقولوا لنا إيه؟ هو أنتوا كل ما تقابلونا بقى وزوجك وزوجك وحسن التبعل ومش عارفة إيه وده هتخش النار لو ما عملتيش ما هتعملي كده، ما تقولوا لهم ليه الاتنين؟ يعني موضوع إن أنا أبقى زوجة صالحة وبيطلع من بق كل ما هو طيب، هو كمان مطالب بكده. ان هو يبقى زوج صالح وما يطلع من 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 فمه الا كل طيب. طيب الكلام لو راح الاحترام يقول لك يا اسطى احنا بنهزر. لقيت بعض الازواج الحديثين، طبعا مش انتوا انتوا حاجه سبيشال، الناس الحديثه تيجي تقول لك إيه؟ ايه انت يا بنت ويشتمها، او انت مش اصل في المسلسل الفلاني. واحنا من امتى بناخد بتوع المسلسلات والافلام هم اللي من امتى يعني؟ يعني هما دول قدوه يعني الناس بيتعالجوا اقسم يمين بالله مش عايزه اقول ارقام بكام، ارقام فلكيه وبالدولار، مرضى نفسيين. فما يغرناش الظاهر، ما يجيش حته مؤلف يجيب حته معنى قد كده وبعدين يعملوا على نفوخه اللي هو اصلا مش فاهم حاجه ويجي يفرض علينا هو ده السمت ويا دي الحياه. لا اصل مش عارفه ايه كان لازم كده عشان حماتها، اصل في المسلسل ما فيش الكلام ده. كل الحاجات دي فيدباك غلط، خلايا وصور ذهنيه غلط. النهارده هنعمل صور ذهنيه تحفه جدا، هنختمها بالحاجات التحفه دي، مش الهديه، الهديه لها معنى ما بديش هديه كده. فاحنا في الاصل الاحترام ما بين الطرفين، مش معنى بقى اقول يا زوجي يا استاذ فلان وبتاع، لا كل زوج. وهنكتب الكلام ده، ادوك ورقه وقلم ولا لا؟ طيب يا استاذ احمد عايزين ورقه اهو، يبقى سواد. عايزين من ضمن الحاجات اللي هنتوصى بيها النهارده كل زوج، انا هعدي مش هقول اللي يتقال عشان ما تتكسفوش، عشان في ناس بتتحرج والحب والحاجات دي كارثه. من احب الناس اليك يا رسول الله قال عائشه، يعني الراجل ما اتكسفش يعني عليه الصلاه والسلام. قالوا من الرجال، قال ابوها ما كانتش هي يعني ابوها، يعني مش طالعين بره. فاحنا هناخد ودي اول ورشه، لا اتعايش احنا في حريم حاضر، فالعيال مش عايزه اي حد يتحرج من علو في اي مكان تروحيها العيال، ما فيش احنا في غربه هنوديهم فين؟ فتعايشوا وخليكم باريحيه، دي مش محاضره اكاديميه، احنا مع بعض بندردش يعني، عايزه اي حرج عند اي امراه عشان تيجي يا بنتي نبوك ثواب ما تتبعيش ولا تتحبسوا في البيوت. فاحنا عايزين اول حاجه اللقب، ما بقولكيش قولوا له يا سي السيد، ولا بقولك قولوا له يا استاذ فلان ولا بتاع، انت عارفه تقولي له ايه؟ فقش تقش اي حاجه بقى، المهم ان كل واحده تختار، وانت نفس الكلام. فحضروا ديت لان انا هعدي على الورشه ديت وهشوف الاسامي ما بين كل زوج وزوجه،
اللي متاح ان احنا نشوفها، اللي متاح. وده يبقى الاسم المتداول. ايه فايدة الاسم دوت؟ اسم الدلع او اسم الرقة. في اسم في وسط العيال، وفي اسم بنقوله وقت المشاكل عشان يعني ايه لم الدور، لم الدور علشان ما ايه الدنيا بتطلع بره اطار وفي اسم بيتقال في وقت العلاقة الخاصة، او اسماء بقى براحتكم. المهم يبقى في اسماء مهمة. ما بقولكيش تم، لكن ده جوه بره البيت كامل الاحترام، كامل الاحترام. متخانقين محدش عارف، محدش عارف، ده جوه الاوضه ومقفول، ولا الصاله تطلع ولا الريسبشن يعرف ولا العيال يعرفوا ان في اي حاجه. يجي ضيف مفيش اي، تمام. وبعدين جوه الاوضه نصلح، وده اصل من الاصول. فاحنا عندنا اسماء، اسماء، وفي الوقت العادي اللي بناديه بيه وهو طالع وهو داخل الاستقبال الرسمي، في اغنيه واستقبال رسمي بيتقال للزوج وهو جاي من الشغل، ماشي؟ يعني في توديع باللانش بوكس والسندوتشات، وفي استقبال رسمي. فكل واحده تحضر النشيد والاغنيه اللي هتقوله هي والعيال وهي بتستقبل جوزها. اه التوديع ده استاذ عمر لا يا ما تنساش العيش والزبادي وانت انا هقول لك نوايا على موضوع كيس الزباله ده ازاي انت تنويها. يعني اولا حمل الاذى عن البيت ده شيء طيب. انا لما رحت قطر زياره لزوجي، طب احنا هنا اللي شايلين الدنيا والعيال، رحت زياره والكلام ده، فمطلعين بقى متعودين مطلعين. يقول لك لا 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 رايحين فين؟ قلت له ايه؟ لا ما فيش حريم بيطلع. قلت له مش حريم هنا بيطلع، خد الدنيا. يعني بتبقى لها نوايا، لكن الاستقبال والمروح ده شيء اساسي. وهنعمل صوره مثاليه دلوقتي حتى لو مش هننفذها. بصوا اسمعوني كويس وبصوا في وشي كويس وانا بقول الكلام ده عشان شغال على اللاوعي بتاعكم. مش شرط اللي انا بقوله النهارده يتنفذ 100%، بس حط في دماغك انت وهي خليه ان في السمت ده، في الحياه دي، في حد ممكن يعيش باللي احنا هنقوله النهارده. مثالي او مثالي، بس في ناس جربوه. طالما غيري بشر انسان جربه ونفع، ما ينفع. عمرنا 20 سنه جواز، الف نهار مبروك. احنا كام سنه دلوقتي زواج يوم؟ يا نهار ابيض، احنا داخلين في الفاضي. لا محمد 24 وفي سنه عقد، ما ننساها ليه؟ سنتين بتاع 25 سنه. يعني يوبيل الفاضي لسه. فانا اقصد ايه؟ انا اقصد ان يبقى حتى لو انا مش هجيب ولا في دماغي ان الامر ده هيتحقق قوي، انا كزوجه شفت فيه صوره مثاليه فالمخ كده. ودايما بتوع علم النفس والاطباء حتى الاداريين ما بيجي الاتش ار في اي شركه ولا يجي يشتغل على ايه؟ على الصور، اعمل كذا وسوي كذا، يحطك في الفعل خلاص انت صدقت. المخ بيعمل كده. في ناس جربت الكلام ده ونفع. 20 سنه جواز، 10 سنين سنه زواج، هنديهم هديه النهارده. الخمس سنين زواج هم لسه في مرحله لعب الكوره يعني مش مشكله. واللي حتى اول ثلاث سنين زواج الامر ده سهل، ومش عايزه حد يستصعبه، مش عايزه حد يبقى قلق كده. ليه؟ لان غيري جربه، غيري ده ما عندوش مخين ولا لا، غيري ده ما عندوش قلبين وانا لا، ما عنده قلب وعنده مخ زي وعنده زوج وعنده كذا، للرجال وللنساء. طيب يبقى اول اصل الاحترام والتقدير. الاحترام والتقدير احنا بنمثله كده زي يتحط هنا كده، واحفظوا الامر ده. لو ما تمش عند الراجل يحصل عنده غضب شديد وتزداد سلطته. قول لك ده نرجسي، طالعين في الايام دي ولا نرجسي ولا نيلة، راجل غلبان. قول لك ده نرجسي واناني وابن الذين، ويبص الايجو طاووسي اهو، انا عرفت ان الراجل ده طاووسي، انا والباقي كتاكيت، انا ومش عارفه ايه. هو غضبان، ازدادت السلطه عنده بسبب ان مفيش احترام وتقدير، لا جوه البيت ولا بره البيت، لا بره ولا جوه. حتى لو لسانك صمت عينك ذات نفسها. يعني ممكن في اذى ما بيبقاش بالكلام، بالبصه كده يقول لك شفا في ايه، مش انا طالع كويس، داخل في حاجه مصيبه حصلت، انت مال وشك عامل كده ليه؟ او تعمل حركه كده في وسط اهله وفي وسط اصحابه او في الشارع او بتاع، هو فهم خلاص، ما هو قريكي بقى وفاهم. ونفس الكلام عندك، خليك وتبقي عامله ومجتهده ومش عارفه ايه، وجايبه له وعامله له عزومه وجايبه له الناس واهله ورافع راسه، وبعدين يجي يعمل لك كده. او يجي مثلا من نوع اللي بتاع ما ساحتش ولا مش هيقول بس كده. ففي اذى
راح الاحترام والتقدير عند الرجل يبقى غضب وسلطه ونحفظ الكلام ده. والغضب والسلطه ده شيء عار الا اذا كان حاجه صفه اساسيه، دي ناخدها في انواع الازواج بعد كده في محاضره ثانيه، يا حاجه عارضه مش اساسيه. طب لو راح الاحترام والتقدير من عند المراه يحصل ايه؟ لو ما حستش انها محترمه ومقدره في عين زوجها وقلب زوجها، المشكله في العين والقلب على فكره، يحصل عندها نوع من الالم. اه ما هي الكسره الم، الم، ويحصل ايه؟ تنسحب. انا قاعده مش هتطلع عشان في عيال، مش هتطلق لكن منسحبه، بطلت تسال عليه، بطلت تزن بالعشرين رساله على الواتس، بطلت تقول لك مال، وبطلت تعمل عادي، جات وحطت الاكل وبقينا زومبي، انسان آلي جايه وعامله لو راح ده. عشان دايما ده احنا دايما بنركز على النقطه دي، ممكن ادي فيها 200 ساعه، المهم نطلع جوه قلوبنا، لان القلب هو الملك والجنود. يعني سيب يقول لك العقل فقط، لا ده العقل حته كده نبض كده، يعني عصبونه بيسموها عصبونه ليفيه او ليفه عصبيه، من القلب للعقل. فانا لو عقلي وقلبي اتشرب ان الاحترام والتقدير اساس، طب واللي راح منه يعني تم تجاوزات وتم قلق وتم كذا، نعمل ايه؟ عادي، ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ ما نرجع نقطه من اول السطر، ايه المشكله؟ صفحه جديده، ما نبتدي من اول وجديد. ما غاب من حضر، واللي جه متاخر مش احسن من اللي ما جاش؟ صح ولا لا؟ الشغل العالي ده الشغل كبير جدا الموضوع ده. يبقى اول محور الاحترام والتقدير، تمام كده. تاني محور المشاعر، يبقى خدوا الحاجه ونساعه الكراريس بتاتوه المشاعر، لازم يبقى فيه مشاعر. بس المشاعر ديت لها كذا حال، احنا قلنا نراعي مشاعر بعض. طب وانا هراعي مشاعرك ازاي وانا مش فاهم؟ مال مفيش. طب ايه بقى هو كده؟ كان المفروض تفهم. مين قال كده؟ مين قال ان الراجل يعني اعزكم الله يعني ما بي ده راجل ده غري؟ ها الحته دي يعني فعلا ان الذكر والانثى او الراجل والست محتاجين ان كل طرف يبقى عارف ان الطرف الثاني ده مش هيبقى عايز يعني انت معلش جميل بس انا مش بعرف ليه انا جدع ليه تفكير ليه ما عنديش صبر او ضعار يعني انت قولي لي ايه المشكله عشان ابدا اقول لك والله انت كنت فاهم والعكس بالعكس ان ما هي تقترب ضمنيا شرط اه ان ايه ان انت فاهمها آه. زيها ايوه الاهتمام بيطلب ايوه والله بيطلب صح بس انا عايز اسقفك على الموضوع ده صراحه ليه؟ لان ده كلام صح. لما باجي اتجوز انا حتى بنقول كنا عاملين مش يعني مشروع قانون ايام الهيصه بقى ما كانش يتم الزواج الا لما ننجح في الدوره دي دوره التاهيل وبرده ما نتجوزش ويتكتب جواز وتخش دخله كده الا لما دوره التربيه لان في اباء وامهات عايزين يتربوا قبل عيالهم وبنشوف كيانات كده بقى الواحد يشيلها ويحطها ونفس الكلام مخ الراجل راجل دغري هو انت ليه ما عملتيش مش انا قلت لك كذا راجل واضح وصريح بيقول لك مباشر ومحدد انت بقى لا المفروض انت فاهمني هو انت ما عرفش ما بيشمش هو على ظهر ايده قولي صراحه المشاعر لما احب اكتب مكان النقط اكتب عبر صح عن المشاعر هو احنا بنعرف نعبر عن مشاعرنا ما تجاوبوش بس حطوا السؤال ده هو احنا بنعرف نقول اللي جوانا ولا بنيجي بعديها يا ريتني كنت قلت كذا عدى الموقف وخلني نعرفش لما يجي يحصل من الزوج انا بكرهه طلقني غلط انت لا بتكرهيه ولا عايزاه يطلقك ده شيء اساسي وكل الحريم عارف كده طلقني يعني تمسك بيا بكرهك يعني بحبك بس انت مقموصه مش بنعرف نقول نوصف صح الاداه دي اسمها اداه التعبير عن المشاعر بنديها للاطفال من سن 3 سنين احنا مش عارفين نعبر انت اللي جواكي دلوقتي ايه ما كرهاء غضب انت مستاءه بس لا طب انا غضبانه مش غضب انت بس متالمه ان حصل كذا هو نفس الكلام انا خلاص ومش عارف بص يا دكتوره انا عامل الجمعيه 15000 ليره ان شاء الله يكفوا ايام قبل ما كان الدولار لسه ب7 يعني ودي حاله حقيقيه ماشي اللي بيشوفني على اللايف عارف انه قال لي كده مع 15000 ليره وانا خلاص مشاكل مع زوجتي انا خلاص كده حطيت صوابعي منها خلاص انا كده هتجوز
وذكر لي بقى كذا جنسية كده من اللي هم ايه داخلين منافسة في السوق الايام. حاجة مصيبة والله. لا بس المصرية اصيلة. المصرية تقول له ايه ده انا بيع لك شعري ايه ده بنت استنى نعمل كذا وكذا وكذا وكذا. لكن التانيين اه خيتي والله هذه شغلة وهذه شغلة حالي. لا تمام. فجه 15,000 ليرة وهيتجوز. طب انت حليت؟ لا. طب ما انتش ضمنك اللي جاي مش سامحها اللي جاي هتيجي بمشاكلها برضه. فما اجيش احل مشاكل البيت الاول اللي انا مش عارف احله بان انا اجيب بيت تاني. ده غلط صح. حل الاول حل وشوفوا الكلام ده. وانتوا عارفين انا مش ضد العادي يعني ما تعملش الحرام اتجوز يعني اتجوز ما تعملش الحرام ما تجيبش فقر وغم وبتاع في قلب بيتك لكن حل اللي في الاول. مشكله ايه اللي في اللي بتبقى في معظم البيوت مش عارفين نقول اللي جوانا مش عارفه تطلعي صح اللي جواكي. انت مش عارف تقول لها انا بحبك بس انا جاي تعبان. انت مش مقدره ان قد ايه في الموقف الفلاني وقد ايه انا مضغوط عليا وقد ايه انا بتبهدل في شغل وقد ايه علشان اعرف اجيب لكم بس توفر ان انتوا ما نمدش ايدينا لحد او تبقى سلفه وبعدين السلفه والسلفه وشهر وشهر كلنا عارفين الكلام ده. فهي مش مقدره هي مستنيه وانت بره مطحون مطحون وشمس وحر ودنيا وواحد يقول لك مش عارفه وايه وعنصريه والدنيا الهيصه اللي بنقابلها كلنا. ويجي في الاخر عايزه منه ايه؟ عايزه منه ال 25,000 كلمه اللي انت قاعده طوال ال 8 ساعات وال 9 ساعات وال 12 ساعه دوام مستنيه زوجك عشان تكلميه. ما انت في غربه انت كمان ومستنيه يسمعني ومستنيه يقول. فانت مستخ كام كلمه؟ 25,000. طب تعبان النهارده بس ومش مشكله تاني يوم 50,000 ما عندهاش مشاكل 50,000. عشان كده لازم يبقى لك مكان للتفريغ. مامتك اخواتك صاحبتك صحبه صالحه يعني ايه طلعي خلي الزوج الكلام اللي هنقوله بس ما نطلع الازواج بره. يبقى قصه اعبر عن مشاعري اعرفي وصفي صح بتيجي بالتدريب على فكره. ونقول ولما اقول احدد انا عايزه ايه. ده الغلط عند النساء. طب عند الرجال هو ما شاء الله مش محتاج هو بيقول وبيحدد وواضح في طلباته. انت مش كده انت عارفين ودنك منين اهي. طب يا ستي ما تقولي زي الراجل مباشر كده ما بتكسف لسه. لا 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 بينك وبين زوجك انتوا عايزه اقول ان الله عز وجل جعلك سكن وهو كمان سكن ليكي. مش بنتجوز عشان نخلف لا ده اوبشن زياده. اما قال ايه خلق لكم من انفسكم ايه ليه بس خلاص بس طب عشان اسكن انا واحس بالسكينه مش اقول يا لا انا رايح على الكافيتيريا اروح مش عارفه فين اللي بتاع جمهوريات ولا اروح فين اللي هنا في شيرين اقعد عشان انا مش لا 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 اروح البيت للغمه خليني مع اصحابي احسن. ازاي نوفر السكن هقول لك على حاجه تحفه جدا في الاخر والبدايه والدنيا. لكن خلينا نقول ان احنا متفقين عبر عن مشاعرك صح تمام كده. احنا ممكن نكتفي باللايف عشان كده. ثالث حاجه التفاهم. التفاهم خلاف افهمي. التفاهم في امور احنا متفقين عليها هنكتبوها مع بعض إيه واحنا جايين امتى وقت النقاش بتاع البيت امتى وقت النقاش بتاع الاولاد امتى وانا بكلمك احس ان انا بكلمك ما انتش قاعد لي على الموبايل معاكي معاكي وانت قاعد عمال بتكتب والدنيا كلها معاكي والله قولي بس وتقوم جايه ببهدله وشتمه واقول لها صح عندك حق ولا عارفين ايه. متنفس ليه اهو تنفس براحتك. لكن الاصل في التفاهم ان في قوانين احنا متفقين معاها هقول لكم الشكل القوانين والبيت ده في الاخر. لكن في بينا اصول احنا الاثنين متفقين عليه وهنقرا فاتحه دلوقتي وهتمسكوا ايه ببعض ونقرا الفاتحه على الكلام ده. والله عز وجل في الحديث انا ثالث شريكين حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه ثالث شريكين ما لم ايه ما لم يخونا. اتفقنا على امر خلاص اتكلنا عليه. المهم ان يبقى انت من جواك انا حابب انا حابب اكمل عشان الزيجه تكمل. فالتفاهم هي القوانين بتاعه البيت. لكن افهمني حسن الظن حسن الظن افهمني شكرا دي يعني لازم يكون في حسن ظن ما بيننا ان انا لا قصدي اقهرك ولا انا قصدي اتعبك ولا انا قصدي ان انا اصغرك قدام نفسك ولا انا قصدي ان انا اطلعك غلطانه وكذا. انا بصح بس ممكن يكون خلني التعبير احنا ما بنعرفش نعبر ده شيء اساس كلنا.
ما عندناش فن حوار ما بين الأزواج، مش موجود فن الرد ذات نفسه، مش موجود. تبص تلاقي هو قال كلمه فقامت جايه هي رد فعل، فالكرسي في الكلوب الدنيا باظت. قال لها مش انت قلت كده؟ ما دام انا رد فعل اللي انت بتقوله. لكن زي الست اللي راحت وخلت القاضي شريح يتجوزها، كان زمان كل واحد بيتجوز من قبيلته. القاضي شريح جاي من قبيله على سفر، فراح على مدخل قبيله كده، فبيقول الجريه اعطينا ماء، كان معاه واحد. فالست اللي هي السيده بتاعت الجريه قالت لها اعطيهم لبن، ده اثر سفر عليهم وتعبانين، اديهم لبن. قال شاف الست اللي بتفهم جابته باللبن. فايه اللي حصل بعديها؟ حاضر، الف نهار مبروك. ف ليه نكمل على خير؟ تمام. فعندنا اللي كنت بقول ايه بقى؟ فقال انا هتزوج، كان ممنوع ان هي تتزوج. فراحت قالوا لها ايه؟ قالت لهم خلوه يتحدث، قال له يتكلم. فلما اتكلم قال بعض من الامور في شخصيته، ودي الاتفاقيات اللي احنا قلنا عليها، انا كذا وضعي كذا وضعي. واول ما تزوجوا اصلوا هما الاثنين مع بعض، اصلوا اروح لمين؟ هي اللي قالت له مين اللي بتحب يدخل بيتك، مين اللي تحب ازوره من الجيران، ايه اللي بتحبه اللي انا جاي من مكان تاني اعمله واللي ما بتحبوش اعمله. فبقول جالسها قعد معاها 20 سنة زوج، ما تعاركناش ولا مرة إلا مرة واحدة، وكنت لها ظالم، أنا اللي كنت ظالمة. افهمني بحسن الظن، أنا مش نيتي إن أنا زعلك، ولا نيتي إن أنا أقصر، ولا نيتي إن أنا وهو نفس الكلام. مفيش واحد بيتجوز التاني علشان نزعل بعض، مفيش زوج بيبقى عايز بالعايز يعيش. واحد يقول لي أنا صارف 100,000 ولا صارف مش عارفة كام، ولا داخل على 250,000 دلوقتي في مصر عشان يقيم شقة كذا، ويقول لك وفي الاخر تيجي تقول لي اعمل القوانين كلها في صفها كله. وهنا طبعا ما شاء الله مين خد جنسيه هنا؟ ارفع ايده. شكرا شكرا. حتى من غير جنسيه القوانين طالما انت على ارض البال، ايه ما تروح تتحكم بقى عند السفاره. صفر صفر. فما فيش واحد بيدفع كل التعب ده علشان في الاخر هو عايز يطلق او يهد بيت. ونفس الكلام نفس الكلام، هي ما بتبقاش سايبه بيتها وابوها وامها وحالها وجايه عشان انت تبقى الاب والاخ والزوج والحبيب والصاحب والابن وكل دول، عشان في الاخر نهد بيت بس نفهم بعض. طيب اعالج دي ازاي؟ بحسن الظن. اقول النبي عليه الصلاه والسلام ماشي، كان يوم السيده صفيه، هو كان عند السيده عائشه، فالصحابه كانوا بيستنوا يروح عند السيده عائشه عشان عارفين بقى انه بيحبها، فيديله الهدايا هناك، فيتاخر بعد صلاه العشاء، ما هو بيلف على زوجاته، فيتأخر عند سيدة عائشة. فالسيدة صفية ايه؟ غارت ده يومها قاعد عند عائشة، حريم بقى انا مهما كان يعني. فرحت هو جاي وخلص الحاجة وخدها خلاص ومروحين. فهو ماشي بالليل بعد صلاة العشاء، مفيش اضواء بقى ولا انوار زينا كده، بواحدة مجلببة بسود، وصحابة جايين، سلام عليكم يا رسول الله، قال لهم عليكم السلام هذه صفية زوج. هنشك فيك يعني؟ لا، الشيطان يجري من ادم مجرى الدم، لازم نضايق عليه. فالاصل على رسلكم، قال لهم كده على رسلكم، استنوا هو حد يفهم غلط، هذه صفيه زوجي. ففهمني اوضح ايه ده، هو انا هقعد بقى لكل حاجه؟ ده مش هنبقى طبيعيين ومش هنتعامل بطبيعتنا ومش هنتعامل، هنبقى في كل حاجه قاعدين نوضح ونقول، ودي مش عيشه. لا عيشه، لحد ما تفهموا بعض بطرف ترمش العين، وبتبقي عارفه في عين زوجك هو عايز ايه. استحاله تقولي لي انك مش عارفه، ولو مش عارفه نجيبك بقى نبرمجك. وانت نفس الكلام، عارف قلبه الوش، عارف ال111، عارف النفخه، يعني انت فاهم فاهم، والمعلقه اللي بتترزع انت عارف الدنيا فيها ايه، فكل واحد فاهم. فالاصل ان انا اوضح، انا لما عملت كذا وشك اتغير، كان قصدي كذا 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 كذا. طب انا زعلت، ما خلاص من المره الجايه نتفادي. وانت نفس الكلام، كل موقف كل موقف لحد ما نفهموا بعض. عشان كده بنقول اول 6 سنين ما تزعلوش، ولا حد يقرر طلاق اول 6 سنين ده، لا ما تقررش طلاق لحد ما تفهم وهي تفهمك وتعرفه وتاخده. بعد 6 سنين بنبتدي نحط بقى اسس جديده، بعد 10 سنين بنقلب الموضوع. لا بتبقى خلاص الحياه على خلاص، فهم انت فاهم من مجرد حركه ايديها من مشيتها، وهي فاهمه بعينك، عينك راحه فين، هي عارفه انت عايز ايه من غير ما تطلب من غير ما تقول، وده الصح. يبقى حسن الظن نقول. طيب المشاركه، مين اللي كان قال المشاركه هنا؟ حد من الجنب ده. المشاركه
فالمشاركه وخصوصا في طاعه ربنا ده يديم الزواج، ان احنا نجتمع عليه وتفرق عليه في بيني وما بين زوجتي ان شاء الله استغفر الله قبل منه. والنبي عليه الصلاه والسلام يعني اصلها صراحه في امر من الامور وقال ايه، خليني قبل ما اقول لكم ده، المشاركه مش مشاركه طاعه بس، المشاركه مش مشاركه طاعه بس، مشاركه الطاعه يقدم ما بينكما ركعتين حاجه. النبي عليه الصلاه والسلام قال لكم افضل حاجه، الست ما بتصليش تعبانه نفسها والده الكرف بتاعها طول، ما هي ساعات الكرف بيبقى فوق كده ومزاجها فل ومره واحده ينزل بدون اي سابق انذار، ايه هي كده تسقط في شجره صح، هي ما تفهمش محدش يسالها، هو كده نتعامل مع الكرف. اما الكرف بتاع الرجال ثابت، راجل متزن ثابت في مشاعره في عواطفه في كذا، ولو نزل شويه كده ويرجع تاني ثابت ويرجع يطلع وهكذا، كل ده طبعا له اساليب. لكن الست صح يا فل نص اليوم مبهدلاك اخر اليوم بتعيط، يعني حاجه ممكن كل الكلام ده زعبيب الصيف والشتاء في ربع ساعه، ده شيء اساسي وده من اللي المفروض نفهمه. لكن المشاركه النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا اويتما، نص الحديث اذا اويتما الى فراشكما، يعني ايه اويتما الى فراشكما؟ انتوا الاثنين لما تيجوا تناموا فسبحا ثلاثا وثلاثين وحمدا ثلاثا وثلاثين وكبرا اربع صلوات. حلو جدا، في تلامس ادي حاسه من الحواس الخمسه بنقول مع بعض ودي طاعه وبندعي وشكرا، فذلك خير لكما من ايه؟ من خادم. يجي لك ايه بقى؟ ما فيش خادم هيجي، ملائكه، همه، نشاط، قوه في البدن، نوايا جديده، تورتايه حلوه للزوج، حلت كوارع، يعني ايه المهم انت ظبطي حال. ايوه انتوا شكلكم مش مصريين اللي بيتستغرب بالكوارع دي. تمام طيب، يبقى دوت ادي المشاركه في طاعه. لكن مش هي دي بس، ودي نقطه خلاف شديده وسبب طلاق فوق ال 80% من معظم الزوجات شايل ايده من الليله، ده زوج اتكالي، انا اللي عليا كل حاجه يا بنتي، ما انا بره مطحون. هي عايزه منك المشاركه، هديك الخلاصه، عايزه منك المشاركه حاجه قد كده اهو بسيطه جدا، لكن احنا مش واخدين بالنا. المشاركه في التربيه، المشاركه في اليوم، المشاركه بالمعايشه، ودي اول حاجه هنكتبوها معايا مع بعض، هسيب لكم بالظبط دقيقه. من ضمن القوانين اللي احنا قلنا هنحطها، اول حاجه 10 دقائق كل يوم، نكتبه كده مع بعض عشان اعدي عليكم دلوقتي، 10 دقائق كل يوم معايشه. انا عارفه انك بتيجي تعبان وما انتش قادر عايز تعمل حاجه، ما انتش عايز اصلا تخش تتوضى ولا بتاع، انت عايز تاكل وتنام بهدوبك يعني لو طولت كده يعني، بس عشان خاطر المنظر والبرستيج فانت ايه بتغير. لكن هي برضو مش ذنبها حاجه، هي مستنيه الراجل والقلب اللي تقعد تحكي له. المعايشه دي يعني ايه؟ حصل في اليوم 10 دقايق. ليه بقول 10 دقايق؟ المخ بيفصل بعد 12 دقيقه، فما تخليش. ايوه صح كده بالظبط كده، سقفه جميل. ال 10 دقايق المخ بيفصل بعد 12 دقيقه، ده حقيقه، ما تخليهوش يفصل منك. ما وصلش لمرحله الفصال قبلها بدقيقتين، انا فصلت اولادك كذا، خطوط عريضه، الا اذا كان في مشكله حقيقيه فهيئوا ليها. دي حياه اقسم يمين بالله حياه، وهوريكم اليوم عامل ازاي. ليه؟ لان هو برده جاي، مش ده الوقت خالص، مش ده الوقت اللي اقول فيه. ياكل لقمته، اتشطف، غير، اقعد 10 دقايق بسرعه كده، 1 2 3، مش انا رحت وامك قالت بقى، وبعدين لما جت اختك، وبعدين مشيت للصاله، الامر ده بقى وانا رايحه من الصاله للاوضه حصل. يا بنتي لا لا يفصل، لا مش قادر، يقول لك بترغي بالساعتين، لا مش قادر. اتعلمي واحنا نلتقي في حاجه في النص، انت قولي خطوط عريضه 1 2 3 تمام كده؟ طيب المعايشه اليوميه، طب لو في عيل اديله 5 دقائق، تعال عملت ايه؟ سويت ايه؟ كذا كذا كذا، شكرا. يعني في حاجه مهمه عايزه تقوليها حصلت للاولاد؟ مفيش، يبقى انت اديتها هي 10 دقائق، اديت للعيل ده 5 5 5، كل الدنيا مش هتيجي معاك تلت ساعه، شكرا. قله نومه مش منغصه، وقله الاكل منغصه، لا ده كارثه، مصيبه كبيره. خلصنا خلصنا. طيب زوجك طلبت للامر الخاص بينك وما بينه في نفس اليوم واللي بعده، مش فارق، ما هو برده بيبقى فاصل لكن ما عندوش اوكي تمام.
يوم يوم ويوم يومين مرتين ثلاثة فحت بقى آه. لكن ليك يوم ملكي، اسمعوا، ليك يوم ملكي في الأسبوع هنشرح تفاصيله لما الرجالة تمشي، لكن طول ما هم قاعدين معانا في يوم ملكي. اليوم ده هو بيتكلم عنك، انت بتشوفي نفسك واحدة ست في عينه. ليه؟ عشان في مصايب دلوقتي، عشان في فتن دخللنا من الشباك ومن الواي فاي والسماء ذات، في فتن دخل. انت بره هنا اه الا الحافظات قانتات بما حفظ الله، نجعل صلى الله سبحانه وتعالى يحفظ نساء المسلمين كلهم، قولوا امين. ما تبقى حامله لكتاب الله وجايه في مقراءه وتبكي وتقول لي سمعت كذا وما سمعتش من زوجي اللي متجوزاه بقى لي 20 سنه كذا. زمن صعب، وانا ما سمكش راجل، اقسم يمين بالله واجيبك من تلابيبك كده ولا سميك راجل لو ما اشبعت زوجك عاطفيا، لو ما غزتهاش زي ما بتغذيها بالاكل والشرب، غذيها بالمشاعر. طالبه منك يوم في الاسبوع فقط، حصل ختم بالامر الخاص خير، ما ختمش مش مشكله، مش مشكلتنا يعني، مش المقصد عندها الامر، لكن ختم بالامر الخاص تمام، ما ختمش السيما. لكن تشوف نفسها ست في عينك، تشوف نفسها مقدره في عينك. اقسم بالله لو عندها 60 سنه تقول لك ده شاب عندها 20 سنه، اصل عندها زوج برنس. واحده تقول لي زوجي نسوانجي، قلت لها تمام وبصباص، قلت لها ماشي. وبعدين بقى يطلع من على ديت على ديت ومش عارفه فين، وبعدين يروح الخليج فيقولوا له المسيار حلال، وما عشان فيجي فين ما يقولوا له ما اعرفش ايه وهكذا. قلت لها طيب سؤالك ليا تحديدا اعمل ايه ومش عارفه ايه والعيال وبتاع، انت عايزه تنفصلي فنتكلم في ده، ولا عايزه انفصل ما بمشيش في الانفصال، عايزه نكمل اقول لك نعمله ايه؟ قالت لي انا عايزه امشي، انا عايزه امشي وانفصل وبتاع، بس برضه كده. قلت لها السبب، اسمعوا يعني بيراضين. ادي شوف الرجاله فين، الرجاله الناصحه دي، الرجاله الناصحه راضيها وطبطبه وبتاع ومش عارفه، وانت هنا وانت ست الكل وبتاع وتدقى. طالما المشاعر مشبعه خلاص. فانا عندي المشاركه، مشاركه اولاد، وبعملها بالمعايشه اليوميه. لو الامر العلاقه كل يوم ده ما فيش مشاكل، انت طالما مضيتي على عقد، سيبك من كلام النسويات، طالما مضيتي على عقد الزواج ان ده زوج فله حق الطاعه، طالما مضيت ان ده زوج فيا ما طلب، لو على قطب جمل نص الحديث او على التنور، عارفين على التنور يعني على الفرن زمان بتاع جدتي ده، العجين محطوط فار وقع على الارض مش مشكله، طب جوه بيتحرق مش مشكله، زوجها طلبها. الامر مختلف عنا تماما، وعند الرجاله خلاف النساء. حتى قال له كده النبي صلى الله عليه وسلم، شفت بره ما يعجبك فات زوجها، فان عندها ما عندها، بس هم اللي دماغهم ضربه شويه. فامر طالما هو زوج وعليه عقد ليك الطاعه في الامر ده، بس طبعا بيبقى بالنفسيه وبالمراعاه، واحنا بنعلموهم او المشايخ بيعلموهم والرجال بيعلموهم، ما يبقاش الامر كالبهيمه يعني، الا ان يكون هناك المقدمات وهمتها. فالاصل المعايشه، لكن في يوم ملكي حفظنا اليوم الملكي فيه ايه؟ كل يوم بقى تعملي له كل اسبوع حاجه جديده، النهارده انا السكرتيره، بكره معرفش انا ايه، بعده انا ايه، الحاجات بقى بتاع البنات ده. في جروب اسمه جروب الفانيليا، سمعتوا عنه؟ حلو تحفه جدا، فانيليا بيحقنوا المراتب بالبنات، حريم قاعده فاضيه يعني، قلبين علينا الدنيا الله يسامحها. سمعنا عنه؟ فانا اقصد تفنني، ويطلب منك نفسه، وانت كمان زي ما هو وراك ان انت انثى في عينه، انت كمان وريه انت راجل فين، انت سيد الرجال. انا لا ارى من الرجال، يبقى انت ايه؟ مشبعه. فهمنا النقطه دي، نقطه المشاركه دي. اولاد كلمه مش ما اقدرش، ما يجي ابوك انا مالي، مع ان انت اللي منيله، بعلم من قيمه الامر واعمل، مش هو بقى كده وانت مش عارف وانت سايبهم مش قدام بص. مشاركه للاولاد وللبيت والحياه والمشاعر، ومعايشه اليوم والليله واليوم الملكي. خلصنا من النقطه دي. تمام المشاركه هنا في نقطه كمان اللي هي المشاركه في الحياه، اللي هي الجواز كله عباره عن مشاركه. فساعات الراجل مهما كان ليه عقل وليه فكره، ساعات بيبقى عايز يسمع دكتور في حاجه ممتاز، وده اللي عمله النبي عليه السلام بالظبط. دي جزء من المشاركه. في ناس صح، تقول لك انت ازاي اصلا تاخد رايها، يا نهار ابيض، في مثل يقول لك شاورها وخالفها، شاوروهم وخالفوه، لكن لا هو ده جزء من المشاركه مهم جدا يعني.
انا ممكن ما اكون مش عايز اتكلم مع حد على صحيح متاكد ان هي هتحفظ سري او هتحفظ او بتفضفض او بتطلع او هطلع اللي جوايا بالظبط. صح. هو طبعا الراجل العاقل اللي بيبقى ايه عنده امراه عنده امراه حكيمه يعني يكلمها ويقول، وهي المراه بتجيب القرار لما بتتكلم، بس بوقت تتكلم مش هتبقى عايزه تطلب منك حاجه، هتطلع النتيجه وتطلع الحل وتديك كذا. طب سمع الكلام، خليني في النقطه دي عشان دي نقطه اساسيه من المشاكل وبيجي عليها اللي هنستخدم فيها حته الايه التغافل. هو عنده راي وانا الراجل وانا صاحب القرار، سبتك سودة لو ما سمعت الكلام، وهي عندها رأي، رأي مين اللي يمشي؟ يقول لك الحق اللي يمشي، يقول لك قوم امشي، قوم امشي. مفيش، أنا ظابط دماغي على كده وهو كده. عايزة حد من النساء تجاوبني. رأي ليه؟ هو الحق. ليه؟ ما انا ليه أصلاً أنا بقول ليه؟ لأن أنا بيواجهني دلوقتي عنصر من كاتبين بوست للبنات. هو انتوا اللي كاتبين لي البنات؟ هلا وفين الرجال؟ ايه ده الدنيا ما عندها هسس. هو المسؤول. ليه؟ عشان هو المسؤول. ايه ده القوامه كده يعني شرف يعني ولا تكليف ولا الله يفتح عليكي. اسمك ايه؟ مو ايه؟ اللهم اغفر لام حبيبه قولوا امين. خلها الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب واحنا معاها. براحتك بقى في الجنه، عايزه زوجة براحتك، احنا بنقول اهو ان شاء الله بعد الى الجنه. ده عنوان الهديه على فكره دلوقتي، بلاش نحرق. عشان ايه؟ عشان هو اللي شايل الليله، عشان لما يجي حد من بره، فين راجل البيت الشنب اللي هنا؟ انت خدت القرار بالفلان الفلاني وكان هو اللي هيتحمل النتيجه. خليه يشيل شيلته، ما تسيبيه يشيل شيلته. انت شايله شيله غير شيلتك ليه يا حبيبتي؟ ما تعيشي لانوثتك ودلعك وندندشتك. بس بتنصحي ليه؟ لانه مش زوج بس، ده اخ ومسلم وله حق النصح، واقرب ما يكون ليكي من ابوك وامك، جنتك ونارك، فليه حق النصح. تيجي الشيخ السعدي يقول طب ما وافقش وقراره غلط، وانت عارفه ان القرار غلط، هيجي بتعدي قلت له انا هقول له وهاجي اعدي من قدامك ومش قلت لك واجي كذا وانت عارف، لكن هو صم خلاص. شوفوا كلمه الشيخ السعد دي والله تتحط، بصوا الماس كده في عنق كل امراه، قلب بركه طاعه الزوجه لقرار زوجها الغلط. شوف اللي هو غلط اهو، بس ببركه طاعتها هي يبارك الله في الامر ده ويعود بالنفع عليها والاولاد. ليه؟ لان الخير لا يعدى. وليه؟ ولان انت بتعاملي المحسن، انتوا عارفين المحسن اسم الله المحسن، احنا جهله في معرفه ربنا. وعلاج الست بالذات، الراجل ماشي اهو بره وبيسمع وكلام وقرارات وبيتعلم وكده، انت سندت مين؟ لازم يبقى لك حال معاه. معلش احنا دوراتنا ومحاضراتنا لازم تختلف عن الناس الثانيه، لان ده دين، ففي حد دين، كلنا مسلمين، وده الميزه اللي ربنا عطاها لنا عن غيرنا. انت عارفه المحسن يعني ايه؟ سابق احسانه ليكي. طب طالبك بالاحسان مطالبني بالاحسان. طب ما اللي ما يتمرش فيه اقسم بالله على ولاد الذين ولو مسكتهم اعملهم وانا بيه او هبهدل وما يستاهلوش. لكن انت بتعامليهم ولا بتعاملي المحسن؟ ليه؟ لانه قال لي الله عز وجل قال ايه؟ مين تقول وادعي لها؟ قال ايه عن الاحسان؟ وهل الله يفتح عليك، وهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ حتى والمعروف في غير اهله، حتى لو في غير اهله. فالشيخ السعد عليه رحمه الله يقول لك ايه؟ بركه طاعه الزوج لزوجها في قراره، الا اذا كان قرار خطا وضرره متعدي عليا وعلى اولادي وعلى ساعتها لازم انبه. ده لو عليا انا ديني بحتسب وبنتظر من الله المحسن الشكور الودود الولي يدعي. ده لا انا هضيع الثواب؟ لا انا عماله اعبي مع المهدنيه. لا انا عماله اعبي واحط فين؟ عند الله سبحانه وتعالى تتفتح لي يوم القيامه. احنا قاعدين كده، لا تتفتح لي حسبه لله. طب لو على الاولاد، لو على مستقبل البيت، لازم اقول حق النصح لمين يا رسول الله؟ لله والرسول ولائمه المسلمين وعامه ومن العامة. طب ما سمعش خلاص اتشالت من عنقي. مش هاجي على الصراط ربنا يوقفني واقول له يا رب ده عرفت ما رضيتش، تقول لها يا رب والله قلت وطلعت له لساني بدل الاماره في الصلاه وعملت له وقلت له ما سمعش. لكن لو ما فيش هو اللي يشيل، سيبيه يشيل تمام كده النقطه دي عشان نقطه خلاف. بس والله يا دكتور لما بتكون عايزين يتعاقد حاجه بتتعاقد يعني صح. مش جدع جدع، هتعرف توصل لمدخل تقول صح صح. وده من فن اسلوب التفاوض والاقناع. انا ما بطلعش من نقاش الا كسبان وانت كمان كسبان.
انا اخد اللي انا عايزه وانت كمان، خطوه منك وخطوه مني، وده فن التفاوض. وانت وين؟ انت جزء وانا جزء. ودي الزوجه الناصحه الشاطره اللي لسانها حلو، اللي يقول لها جاي يقول لها تقول قول معايبك، قال لها راجل غضوب وغضب سابقني، قالت له اللي اسوأ منك اللي دعتك للغضب. فين الحريم؟ شفتوا الرد؟ اللي اسوأ منك اللي دعتك للغضب. احنا زي ما كان جد، بس احنا اللي بعدنا عن الكلام. يا بنت اللينه ما بتتكسرش، طاقه الحد لموجه الغضب ما تعدي وبعدين عادي. طب انت متنرفز، طب ايه رايك؟ بص انا هقوم اعمل لك الليمون، تحبش الليمون؟ بعصر عليه. طب اعمل لك ايه؟ عايز ايه؟ ها بكره هعمل لك كرشه، يلا اي حاجه. المهم اقطعي افصلي، وانت عارفه بدايه ال111 عنده عامله ازاي، انت عارفه الغلط بيه وبدايه الغضب، ما تسمحيش عشان ما يضيعش. ده نهدى، ولما نهدى نتكلم. الموضوع ما خلص، لازم ادي اشاره للمخ خليكي ناصحه برضه. الموضوع ما خلص، ان شاء الله نناقشه بس مش دلوقتي، لما تهدى. واللي انت عايزه، بس انا رايي كان كذا كذا، وبرضه اللي انت عايزه. الله، بس هو كان حصل ان ممكن النتيجه دي لو حسبنا ايجابياتها، وبرضه اللي انت عايزه. هيقول لك والله بصي اللي انت عايزاه بقى، اللي انت عايزاه. طريقه، احنا ما عندناش للاسف طريقه. تعالوا شوفوا الفيدباك اللي معمول للجيل اللي طالع، زعيق. الناس بتتكلم مع بعض بصوت عالي جدا، بزعيق، ولازم طب ليه بقى ما بالراحه؟ واو وغضب، طب غضبانين ليه؟ ما نتكلموا بالراحه. طيب حصلوا بقالنا 10 سنين 15 سنه والبهدله والدنيا والمواضيع بينا خلاص وصلت فعلا لكده، حل جوهري وهديه، ما تتناقشيش جوه البيت، خدوا اطلعوا اي كافيه بره. طبعا الاتراك لو سمعوكوا هيلبوكوا بالراحه، الاتراك ما بيحبوش الصوت العالي. سيس كل كلمه ايوه ترجمي انت. فالاصل بالراحه، اضمن ان انت مش هتزعق، اضمن ان احنا في مكان مش عن كده، ونناقش الموضوع بهدوء. تعالوا اما نشوف شكل اليوم، هعدي عليكم واسيب لكم 5 دقايق هنكتب فيه اسم لزوجك واسم لزوجتك. كل واحد يكتب في 3 اسماء، هتختاروا اسم ماشي على الكل مفيش مشاكل. رقم 2، هنعمل ورشه فيها مشكله خاصه بيكوا بيها. لو مش عايزين تكتبوا الاسم المشكله في البتاع، بس تدوني خطوات الحل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. عمل ايه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اقول لكم حاجه دلوقتي تحفه جدا. اي مشكله ان شاء الله، لو معايا المديرين اللي دماغهم ما بيسمعوش الكلام، ده بس هو ده بس اللي هنكتبه. موافق اكمل؟ اربع خطوات ما يطلعش منهم بره المشكله. اي حاجه تجيلنا هعدي على كل واحد فيكم دلوقتي، واشوف حاجه خاصه بيكم انتوا الاثنين عارفينها ونحلها ازاي. على رسلكم مشكله كانت حاصله واحنا بهدلنا بعض فيها، بس انا كان نيتي واحد وهي تكتب انا كان نيتي 2. اي مشكله بتحصل قولوا على فكره انا ما كنتش اعرف، ما تكبريش المكابره اللي هو انا عارفك انت بتكبري ليه، ما تبرريش. اكبر غلط انك تبرر لها. حصل الغلط خلاص اخطأنا مش مشكله، حصل الغلط خلاص لا هبرر ولا هقعد بقى ان انا ايه اكابر، لا ما حصلش وضع، لا لا حصل. مش احنا قلنا في الاول اللي قالوا اخونا ابو ايه ولا اقول ايه؟ ابو بلال اخونا ابو بلال قال ايه؟ احنا بشر نقبل اختلاف بعض. هو احنا ليه مش لا قادرين نعمل كده مع عيالنا ولا قادرين نعمل كده مع اقرب الناس لينا؟ ما هو زوجي وزوجتي ده ايه؟ وفي حد اقرب ليا من زوجي؟ صعب جدا. في حد اقرب ليك من زوجتك يقول لك بنت صاحبي ده عيل جدع صاحب صاحبه وزي الفل، ده في المواقف. لكن لما اجي ادور على الداهليه بقى اللي هو اسمه ايه الصميم اللي جوه، هو الزوج وهي الزوجه، انتوا الاثنين ستر وغطى على بعض. على رسلكم دي اوضح
والله كانت نيتي كذا وبنيتني كذا واخطأنا، تعال نشوف الحل. دي 50% من العلاج، 50% من كلام ما كانش له اي 30 لازمه، 50% من فعل ورد فعل راح. رقم 2 بوضح، اصل انا ما عملت لاني صحيت متاخر، هي الموضوع كله في ثانيه، فانا مش عايزه تقول انك صحيت متاخر، او هو الموضوع ان كان في كذا وبعدين واحد طلب مني فانا اتحركت وكنت في خروجه فصرفت نص المرتب، مصيبه. بيوضح مش مشكله. وبعدين نيتي فيه ان انا كنت كذا، كل مره هم اللي بيعزموني ومنظري مش عارفه ايه، فانا كان لازم المره دي اهو راحي، ربنا هيبارك ببركه كذا. توضيح ما نقبل بشريتنا فيه. الحوار والنقاش والرد ده انا يعني اعتذر منكم، ده محتاج بتاع حوالي 30 ورشه عمل عشان نعرف نحاول، لكن ممكن اديكم عشان بحب شكروت اديكم كده خلاصه. لما اجي اقول فن الرد، عايز اطلب من زوجي طلب، مين تقول لي افضل جمله تطلبي من زوجك بيها طلب، بعيده عن صيغه الامر، بعيده عن انت اصل المفروض عليك اللي مش مسؤوليتك ما تشيل مسؤوليتك، مغلفه بالمشاعر، قصيره ومحدده عشان اللوكلوك. عايزه تطلبي من زوجك طلب، انا قاعده بقى هنا اهو لحد ما تفكروا مين تقول. ها تمام، مغلفة يا فندم على طول. ايه يا فندم؟ ده اقرب، عارفه ان ده مفتاح زوجك الاحترام بالصيغه دي، فيا فندم كذا كذا. تمام حلو، التودد في الطلب امر طبيعي وطبيعه المرحله، احييكي. الزن مفتاح لحد ما اذا التكرار مطلوب، ولكن اختلاف الطلب في التكرار، اختلاف الطلب، اختلاف الاسلوب في تكرار الامر هو ده اللي احنا مطلوب. يعني مثلا عندنا فرح مثلا، وبعدين في بنات عايزين فساتين، وبعدين في امهم، وبعدين في طرحه وفساتين، وبعدين في شنط بقى، وبعدين مش معقول هنروح مواصلات نتبهدل، ففي ودخلت الصيف ودخلت الشتاء ودخل، عايزين الحاجات دي، لازم اغلفها بمشاعر. ايه الدليل؟ مفيش دليل اللي عندي نقل دلوقتي، خليني اقول لكم دليل من الواقع. زمان يعني ايام الجاهليه كان في فيلم اسمه تايتانيك، معرفش شفتوه ولا لا، السفينه كلها غرقت وحبه قوارب بس اللي خدت الناس، وام باطفالها غرقوا، احنا متعاطفين مع مين؟ مع البطل. ماتت، ويا بقى لما قابلته في الاخر ايه اللي حصل؟ مشاعر وكده. كل ما هو قاعد في البيت يقول لك فاجي جنب ودنه، حلوه نفس الوانه بقى، يلا اجي جنب ودنه وكلميه، بس ما تزمريش يعني، بالراحه اغلف بالمشاعر. عندك اولاد مسرحين وعاملين ما شاء الله زي الاخوه بتوع زمان، واقفين الزرار، عارفين نظام الاخوه ده، واقفين يلا يا ابني بقى، اللهم اغفر لبابا، امين، اللهم ارزقه الجنه بغير حساب، يا رب ارزق بابا رزق حلال طيب مبارك فيه، قولوا امين وسد عنه. نعم هاتي من الاخر، بس انا بس اما العيال ده دعائهم مستجاب، اسكت اسمع بس، الله يبارك لك، والله خير الصدقه الصدقه على اهل. بص وعارف ان ربنا هيبارك لك لانك هتدخل السرور على قلبنا، عماله بتقولي له ايه؟ تذكريه وماله؟ لا ده الفرض عليه، ما شفته بقى اخوه عامله ودنيا وكذا وخالتي وطنطي وعمتي، غلط غلط. عايزه تطلعيه يطلع حباب عينيه ليكي، الاسلوب احنا ما عندناش ده، لا رد ولا حوار ما عندناش. لما بنيجي نتكلم عن الجاليات الاخرى، حاجه تحفه جدا، حاجه جميله جدا يعني. ست ومعلش اعذروني انا يعني كلامي ليه دايما، لانك انت اللي بتستوعبي، صحيح هو اللي هو اللي بيقوم بالليله كلها والقرارات والدنيا وبتاع، بس ده قلب سهل استيعابه جدا جدا، وعايز ايه غير طبطبه وكلمه طيبه؟ عايز ايه غير انه يشوف في عين زوجته انا راجل؟ ما يجي واحد مليونير يقول لي بصي انا هتجوز ملياردير، انا هتجوز مش عشان انا 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 كده، لكن فلانه محتاجاني، والثانيه ايه 10 ايدين في ايه، يا ست سيبيه يشيل، انت بصي ايدك سيبيه يشيل، محتاجه مجرد ان يحس انك محتاجه، والله يبارك لك الله يكرمك، وفي الفرح هنجمع مبسوطين والناس كلها، وانت عارف احنا في اغلف اغلف واقول له طب انا اقول لك على حاجه، هنجيب كام فرخه الشهر ده
نخليهم فرخه ونص، ايه رايك؟ خليهم ربع، هتنازل على الربع، مش هيرضى طبعا. ويحاول. لكن هو كده مذاكره مش حبسنا، كيف انا سبت اهلي منك لله؟ ما انتش حاسس باللي انا عاملاه وسايبه اهلي ومتغربه وما بنزلش وقاعده معاك وحبسني وما انتش رأي. غلط. مع ان كلامك صح على فكره. وانت نفس الكلام. عايز ايه؟ تقول لك كل يوم قاعد لي على القهوه مع وبعدين يوم الخروجات اللي السبت معاهم وسايبني ولا بيتكلم ولا بيعمل ولا الكلام. عايز تاخد كده حباب عينيا؟ بصي ما تناميش طبعا، انا نايمه بسبع نوم. ما تنامي، انا جاي وجايب لك حاجه اصلا ما رضيتش اكلها من غير. ممكن يكون جايب شوكولاته اقسمها، ممكن يكون جايب رغيف العيش قطم البوزه ايا كان، بس هو فاكرني، هو فاكرني وانا بره بس. فما تيجي مشكله النقطه دي مهمه. بس ان شاء الله اوعدكم لو ربنا احيانا والمسيخ الدجال ما نزلش والقيامه ما قامتش، ان شاء الله ان ده خلاص العلامات جت، ان شاء الله نعمل محاضره بالكلام ده. الاتفاق كالاتي، عندنا في اليوم والليله طبعا هي البركه كلها يا جماعه والله، يعني هم خمس صلوات مش اربعه. للاسف احنا بنتعامل على نوم كام صلاه، الفجر مش في الحسبان، وده حاجه من الحاجات اللي يعني اللي مضيعه بركه اليوم. يا عم صحيه صحيه وانت صحيه، يعني مش تكب الميه، رش كده بايدك بعطر كده، ده في الجروب بتاع الفانيليا برده، بعطر كده وبتاع ومش عارفه ايه، وبالراحه يلاقي مش عفركوش قدامه بالراحه. الاصل انه يحب الطاعه والسلوك، ده الاصل. نبتدي يومنا من الفجر، ويا هناك ويا سعدك لو بديت اليوم من قبل الفجر، حلو الركعتين اللي مع بعض، بركه الدنيا والاخره. لو بناخد 2 ليره فيهم بركه ب 200 مليون لو احنا مع بعض. ادي اليوم بدي من الفجر، بدانا قلنا اذكرنا، بتحضري الفطار. ما في 3 انواع من الفطار دلوقتي، في فطار بعد الفجر وفي الفطار اللي بياخده معاه ايا كان، وبعدين العيال لما يصحوا بيبقى فطار رقم 3، يعني هيصه كبيره. ادي اللي بناخده فيه، ادي الباتون ولا اي حاجه ولا الجبنه ولا اي حاجه، واحنا قاعدين وبنقولوا الاذكار مع بعض. ما يمشيش وانت نايمه، معلش سامحين. طب بترضعي، طب عندك طفل، طيب كذا، اصحى سلم عليك وسلم عليا وان شاء الله حط الباب ونامي ورجعي تاني. وقولي المخ كده، لان المخ يفعل اللي بتقوليه اليه. سيبك من كلام، بس انا متعود، مفيش حاجه اسمها زي ما اتعود على كده يتعود على كده، وده اللي بنشتغل فيه في تغيير السلوك مع الاطفال. ما يمشيش زوجك من البيت وانت نايمه، ما يسيبش زوجك وانا جايه لك مع السلام، لا. الله يبارك لك، روح الهي ربنا يبارك لك في رزقك، يا علي لا تتبع النظر النظر، ما فيش كده، الهي بتشوفني افضل النساء واحسن النساء وعلى قلبك دنيا واخره، ايوه اتقي الله فينا في الحلال، ان شاء الله ربنا يبارك لك، احنا مع السلام، مع السلام، يا الف سلام. وهو جاي ده بيجي وبيسحب عشان يشوفني نايمه ولا قاعده على الموبايل ولا عامله ايه، تربس ساعه ما يجي، يا عم رن رنه وانت قبل ما تعمل، رن عشان تستقبلك. بدد البصل وشلبيه والكحكه اللي ما بتقعش وما بتنزلش والدنيا الجميله دي، يشوفك بس استقبال. ان زوج كان تزوج زوجه، كان زوجها توفاه الله، وراح للاستاذ محمد حسين عليه رحمه الله بتاع اسكندريه لو حد عارفه، الله يا رب يديله الصحه والعافيه في حياته، كان صحه وعافيه وان شاء الله في مماته المغفره والاجر اللهم امين. فهي بتقول، بيقول يعني ساعه ما بتشوفني تيجي تضحك فتكشر وهو مش عارف السبب، فبسالها، هو كتب الكلام ده في كتاب العشره الطيبه. فقال ايه؟ قالت ايه؟ قالت زوجي الاولاني كان هو داخل كنت استقبله، فكنت دايما اضحك له فهو يضحك على ضحكتي، فما باجي افتح لبعد ما توفاه الله الزوج الاولاني ده الراجل الثاني، فتيجي تضحك تتذكر الزوج ده. الشاهد اللي انا عايزه اقوله ان ديت اسمها قوالب محطوطه في الدماغ، بتتحط كده واحنا بننفذها. ما ينفعش زوجك يجي من بره وانت مش بيجي 2 بالليل، ظبطي المنبه واحتسبي، هيروح عند ربنا؟ مش هيروح ولا ما بيتردوش ليه يا حريم نكو سواهم؟ مش هيروح ليه؟ لان الشكور يعطي المتحملين من اجل الصعاب جزيل الثواب. مش هيروح عشان بعمل المحسن، وهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ مش هيروح عشان عندي نوايا واحتساب، الاحتساب ده مقفول عليه ما بيتفتحش في الدنيا، يتفتح لي يوم القيامه في الاخره، احتسبت الامر ده عند الله. طب ما هنومي، طب ما معلش لو جه مره قصرتي، بس ما يبقاش ده ديدنك. يبقى من قوانين اليوم استقبال وتوديع مع البوكس بقى واللانش بوكس، حطيته ادي استقبال وتوديع، ادي البسمه. لو عندي اولاد يستقبلوا ابوهم ويبوسوا ايد ابوهم وهما جايين، دل على السلامه يا ابني.
وهم صاحبي يبصوه يهبطوا الشنط ياخدوا الشنط ويجروا يا بابا جايب ايه ده لو جاب يعني. لكن امال يستقبله ويتعود يتحط في ذهن وعقل زوجي ان في خليه اسمها الاسره، ان انا بالاولاد موجودين، ان احنا مستنيينك. لو تعرض لاي عارض الصيف طالع، مش عايزين نقول العوارض اللي بيشوفوها بره، اللي بيركبوا متروبوسات ولا اللي بيركبوا سكتهم بقى سكه مجيديه كوي والقصص بتاعت بشكتاش وبيبك والحصص الجميله. وايه يا جماعه الصيف طلع الصيف شتاء يعني بالنهار بالليل الدنيا مصيبه، لازم تعرفيه. مش بقول لك فيه بقى واعمل، مش عشان كده، مش عشان كده، ده حق. طيب يبقى الاولاد، يبقى في اولاد بيستقبلوا الراجل. طب خلصنا من النقطه دي، هدمته وفرشته ولقمته ما اقدرش اتكلم فيها. جايه لي زوجه بتحكي زوج غلطان من واحد من الالف للياء، غلطان. قلت له لو قعدت لك قعده رجاله دلوقتي هتطلع غلطان، انا مش عايزاك غلطان. لكن ايه اللي حصل؟ قال لي كذا وكذا وكذا. قلت له كتمني، ما اقدرش اتكلم ولا اجيب لك حق ولا اجيب لك اي حاجه، والثلاثه دول بايظين. اطلع البتاع محطوطين في الغسيل ومش منشورين، فاتعمل مش عارفه ايه بتاع صليبه بلونها معفن، تكوي القميص ناشف بس مكمكم، ما هو محطوط بقاله مش عارفه 12 ساعه ولا بقاله كذا في قلب الغساله ما بتعملش. ما اقدرش اتكلم انا، واحد يطلع يحضر محاضره ولا مؤتمر وريحته بيقول مهما حط. طب انا اتكلف غسيل بره وكوي وكذا وكذا، طب ما هو موجود. ما اقدرش اتكلم، ما اقدرش اجيب لقمته وفرشته وهدمته. جه بالاكل ما اتعملش، يوم تعبانه ما فيش مشاكل وفي مرونه، عندكم شيء؟ قال والله ما عندنا شيء يا رسول الله، خلاص يلا اني صائم عليه الصلاه والسلام. لكن يبقى ده دايدن حياتك، والتلاجة مليانة والفريزر مليان والدنيا والخير موجود، وليه ليه جاي لقمته؟ بيبقى جاي مش قادر، مش شايف قدامه، فرشته جاي داخل هوب متكعبل في لعب العيال عند السرير، والشراب مرمي ورا البتاع، والعيال واكلين الشيبسي وحاطينه ورا البتاع بتاع المرد. لا، الاوضه دي اوضه مقدسه، غرفه نومه دي مقدسه، المسك البخور الفانيليا بقى زي ما حكيت لك بيمسحوا بيها، حاجه مصيبه. ايه الدنيا عامله الملايه النهارده ما بيشوفوش هم، لا ملايه ولا قطتين ما بيشوفوش. انا عايزه اقول لك عشان ما تصدميش، لا بيشوفوا قطتين عاملاهم ولا مغيره ولا لابسه ولا الكلام ده الا اذا انت قلت وانت مش شايف. ايه مفيش حاجه، ايه ايه عمال ايه النهارده كام عقله بالبلال. اقول انا عملت الملايه دي النهارده بالشكل الفلاني علشانك، لا انا عملت ده علشان ما لا لبيتي، لا والله نيتي فيه ان انا افرحك، حملت المخده بالشكل ده المتوازي ده السداسي علشانك، شامم بخور علشانك لله فيك. لازم يحس ايه اني مقدراني. المليونير اللي بقول لكم عليه ده جه يقول لك هدي لكل واحده ربع كيلو ذهب، قلت له الف نهار مبروك اتجوزي يا عم. ربع كيلو ذهب احنا عاملين كام دولار دلوقتي؟ حاجه معديين بتاع لا معدي 500 وشويه. فاعرض ايه اتظبطت؟ ما كملناش الشهر معاها. ايه قدراني مش لاقي حاجه، مش لاقي. فانا بعمل ده علشان يقول في واحده انا مقدر فعلا، في واحده بتجهدي. طب ده مش من الاخلاص؟ نخش بقى في الكلام اللي ملوش اي 30. مين اللي قال ان ده بره الاخلاص؟ مين اللي قال ان انا لما بقول ده علشان او لله فيك ده ضد الاخلاص وضد؟ بالعكس، وذكر الله لكن اصحى وذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين، انا بعمل ده كذا. يبقى دي اليوم، يبقى هدمته وفرشته ولقمته. خلصنا ده، دخلنا على الخمسه، الساعه 5 التي والعصير والاسبريسو. كلت حبيبي الف نهار، مليت اللي بتاع، نمت بابا، صحيت قوم لي بقى يا حبيبي قوم عشان في مصايف في البيت حصل. بالراحه بقى، المعايشه بتاعتك اللي معاك، عيالي شايفين اسره، شايفين اب وام بالجنب. طب هنزربن، تعالى نخش ونقفل. العيال واخدين المفتاح، اعملي ترباس من بتاع اي هاتيه انت ودقيه. اسمعوا، يبقى شايفين النقاش كان جواز وسنين، وشايفين ابويا وام عامل جواز ونيله تاني، وشايفين الدنيا عامله ايه. اتطلقوا اتطلقوا، لا ربنا ياخدكم اتطلقوا خلفتونا ليه؟ اتطلقوا لو الجواز كله كده. الله، ده جوه قلب الامر.
خلصنا النقاش والنص ساعه بتشربي معاه عصير، بتشربي معاه شاي، بتشربي معاه الاسبريسو، اي حاجه. خلصنا الامر ده، عندي جلسه اسبوعيه اسمها جلسه العيله، خلاف الجلسه الملكيه بتاعتك. الجلسه الاسبوعيه جلسه العيله دي العيال شايفين اقرا يا ابي الفتحة، ادعي يا كذا، يلا نقول كان سيدنا محمد بيعمل كذا، الله عز وجل بيقول كذا، شكرا، سلام عليكم. نحكي عن النبي عليه الصلاه والسلام وقصص الانبياء. انتوا ما بتجوش معايا في الحلقات ليه؟ مش تيجوا ها؟ ونحكي، يبقى شايفين اب بيقول، ودي المشاركه اللي احنا كنا اتكلمنا عنها، وام بتقول، ودي الجلسه الاسبوعيه. لا يمكن مره نخرجوها بره، مره نقعدوا في البيت، ماما عامله حلويات، عامله ما اعرفش اكله حلوه، حتى الكرويه مش اي حاجه، مره طلعنا بره، المهم ان في عيله، شايفين عيله موجوده. ده خلاف اليوم الملكي بتاعك، تمام كده. وبعدين نختم بحديث النبي، تعالى يا عم الراجل نمشي، مش عايز يشوف هيناه يا سيدي. وانا بقول لك حاجه، بقول لكش والله ما هنعمل حاجه ولا هنسوي حاجه، اهدى بس. احنا هنسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34 وننام على كده. قلوبنا ما فيهاش غم، عقلنا مش عامل مشكله ولا كاتم حاجه في قلبي، في معايشه اهو. الراجل هيتكلف فيها قد ايه في اليوم؟ نص ساعه. الست بتعمل ايه؟ نظم الوقت. وانا هقول لك على شويه حاجات بعد الرجاله ما يمشي دلوقتي. الاول والاخر ناس عملوها ونجحت. كام الساعه بقى معاك؟ ممتاز جدا، بربع، تمام. يبقى الاصل ادي شكل اليوم. طب حصل مشاكل ترى بفعل فيها الادوات بتاعه حل المشاكل. طيب احنا عايزين الحل زي ما اتفقنا معاه، هو يشيل. مش نصحتيه وعملت اللي عليكي؟ يشيل، اتحمل. ليه؟ لانه الراجل، لانه له القوامه، مش تشريف، ده تكليف. لان هو اللي هيوصل شنب اللي في البيت فين اهو، تعالى يا عم الشنب، ايه اللي حصل؟ انت عملت، انت سويت اهو، انت اللي شايل. لما يلاقي كده، حتى الايه بتقول ايه؟ كانت ايه تحت المراه على دين زوجها. هل ده انقص للمراه؟ ده حس. هل ده تقليل منها لا ابدا. طب ليه المراه بتحس؟ ليه الزوجه، واللي جبني على السؤال ده ونختم بيه، ليه الزوجه بتحس ان زوجها مقلل منها، انها ملهاش قيمه، وان هي لازم يبقى لها راي، وان هي لازم تعمل، ولازم نثبت نفسنا ونعمل؟ ليه تفتكروا ايه السبب اللي هتقول لي هدعي لها خلي جوزها يجيب لها هديه؟ يلا. النماذج اللي هي بتسمعها في الاعلام هي السبب، ان هم بيشوفوا ف اللي هو النظام التعليمي نسويات والكلام ده. بقى ايه تاني؟ مش فاهمه معنى القوامه. انا قلتها في النهارده في المحاضره، اللي هيجاوبني ليه الزوجه وصل الاحترام، مفيش احترام، ماشي. ايه كمان؟ هي مش شايفه نفسها ومقلله، وشايفه نفسها قليله، مفيش ثقه، وعايزه تحقق الثقه والكلام والمكانه والدنيا بره البيت، مش جوه. ايوه مش مديها. حست بكسره وزعل، مش مديها قيمتها، خزلها. ها انا قلتها، الست اللي جوزها كان نسوانجي وبصباص كان بيعمل ايه؟ ايوه كده، لا ايوه كده، كان بيرضيها، دلعها. مش عيب، مش عيب ان احنا نقول اللفظ ده. ما تدلعها، ايه المشكله؟ يا عائش، يا حميراء، في وسط الناس اللي مش جالنا الحديث متواتر، ما كان بيقول كده؟ مش روحي شوفوا انت الحاسبه نفسك واحده في سوق الستات، تشوف الحريم بيعمل ايه؟ قال طب ما كلهم بيخلفوا ويولدوا، ما كله ايه يا عم؟ الجيل غلاف الجيل يا عم، والدنيا خلاف الدنيا، بوس ايدك. كان بي ايه؟ بيرضيها. ويرضيها بايه؟ عايز الرجاله تجاوب، اراضي زوجتي بايه؟ هل هي كلمه طيبه؟ الافصاح مما في قلبها، اسمع منها وخليها تطلع اللي في دماغها. حسن بايه؟ دي كلمه عامه، كل حاجه. اديني حاجه واحده. كلمه طيبه صراحه، وخير الكلام للزوجه والاهل اللي بيختاركم خيركم لها. يعني اقول لها كلام طيب، مش بس وفعل طيب. وفعل طيب، انا عايزاك تكتب لي هنا كلمه كلام طيب وفعل طيب هتعمله مع زوجتك الاسبوع ده، تمام دوال؟ انا عايزاك تكتبه يا عم، خلي الايد تشهد يوم القيامه وتدخلك جنه. يلا ماشي يا يلا. في كمان يعني اكتب لو هي اتعصبت او لا اشتغل
ان انا استحملها. الله. زي ما قلنا في الاختلاف ان هي بتعصب. انت بتعمل كده والله وتسيبها الله هنجيب له هديه هنديه له. انا عايز اقول لحضرتك ان بفضل الله يعني والله الاربع خطوات دول الحمد لله والنور على جوازنا. ايوه كده عايزين عايزين الامثله. بفضل اكبر من ده والله هي مش انا. الحمد لله. اعوذكم بكلمات الله التامه من كل شيطان وكل عين لامه يدم ما بينكم. ايه كمان جيمي قول لي ترضيها ازاي؟ ان انا يعني مش شرط افرض عليها حاجه حتى لو هي عارفه ان انا لو قلت لها مثلا اعملي كده هي هتعمل تمام بس ممكن اغيرها اقول لها انت لو عملتي كده انا هبقى مبسوط اشيل لك الموقف كده بس لو ما عملتيش مفيش مش فارق معايا يعني. طب دي هي كده بترضيك احنا عايزك ترضيها هي ترضيها ازاي؟ لا يا عم لا يا عم المردود راجع لك في الاخر ما تضحكش عليا ده مردود راجع لك. ايه الحاجه اللي تعملها لو انت مش عايز تقولها اكتبها لي ايه الحاجه اللي تعملها لها ترضيها فيها ادلعها فيها احسسها ان هي ست الستات. ها اسمع من هنا يعني لا مش شوكولاته ايه دلوقتي الحريم عايز الاصفر جدع صح ان انا ما حسساش ان هي مهم انت موجوده في حياتي ازاي شاركها في ايه يا عم ده كلام كبير استنى للرجاله بتضحك عليا ده كلام عام شاركها بايه يعني مشاركه يعني حتى في مشاركه في حاجات البيت حاجات اشاركها في البيت ترضيها بايه يا جماعه ها ترضيها وهي تفرح بايه كلمه حلوه بتحب بتفرح وانت عارف ده مفتاحها اكتب لي اكتب لي الكلمه هعدي عليك دلوقتي احيانا يا مدام ها تبقى عندها زي البركان كده هي محتاجه ان حد ان هي تتكلم وحد يسمعها فيا عم اسمع بعزمها تطلع اللي جواها وتسمع زوجتك هنا طبعا كم سنه زواج عاده وراجل 22 سنه عاده وراجل عشان مفيش مكان ايه خلينا 23 سنه 22 سنه اشبان عليكي حلو تحفه جدا خلينا كده ما شاء الله يقول لك جبت ازاي ما شاء الله في بس تعرفوا ان جوزها راجل طيب صحيح ما هو الطيبون للطيبات ها قول لي ممكن احسسها ان انا محتاج عايزه بس اشوف رد فعلها احسسها ان انا محتاج ليها احسسها ان انا ده ليك عامله هي ترضيها وتفرحها ازاي انت تكتب لي شوف ايه حاجه تفرحها بيها ايه انت تعرف ايه عن زوجتك بتفرح بيه قول لي حاجه واحده قدام مول يا عم يا عم لا ما مش كل واحده ها والله بصراحه بصراحه تفرح لما انا السعاده عليك هديك فرصه تكتب لي هعدي واسمع اكتب لي ها استاذ حسام قول لي الايه الله الله هو ايه اللغه اللي هي مستنياها اتمنتج علينا هنا انت عارف ايه تحديدا اللي يفرحها ويرضيها مسيطر اكتب لي الكلام ده بس ما هو عام هعمل ايه في السبيشال تايم اكتب لي ده ها اسمك ايه احمد قول لي ما زعلهاش عشان ما اضطرش اردي طب قول لي ايه اللي يفرحها مثلا خروج انا عايزاه اللي هيكتبه توافقي لي لان انا اعدي تقولي اللي هو كاتبه ده صح ولا غلط ده فعلا ولا لا خروج على البسفور افسحها ايه كمان كله في البحر عشان اي حاجه اكتب لي الكلام تمام مين هنا تاني عايز يقول حد من النساء اسال سؤال واحد بس كل زوجه هو الزوج هيكتب يفرحك ازاي عايزه رساله من الزوجه للزوج ورساله صغيره مكتوبه في الورق عاوزين تكتبوها على الواتس ماشي او تبعتوها له واتس على طول مفيش مشاكل يعني اللي عايز يكتب على الورق ماشي واللي عايز يعمل ماشي ورقه رسالة جملة قولي له فيه انك هو ايه بالنسبة لك
سطر سطر. انا عارفه طبعا لو هنا عايزه سطرين من الحريم يعني لو زودتوا على زاد انا عارفاكم بتكتبوا وبتكتبوا سطر او سطرين او كلمه. بعدي على الرجال في الورش اللي قبل كده بيكتبوا كلمه حاجه عجيبه والحريم كاش. عايزه تكتبيه في الورقه ماشي، عايزه تحطيه على الواتس واشوفه وهعدي عليكم دلوقتي. هديكم بالظبط 4 دقايق، خلوها 3 دقايق. هو ايه بالنسبه لك؟ رساله حب. ايوه يا عم والله والله بعالج حاجه شغاله على اللاواعي عندك.